بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في فيديو جديد على قناتكم بسان والكرة. فيديو سنتطرق فيه لأخبار لاعبين المحترفين كما فعلنا دائما. البداية بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. غاب لاعب الخضرة العربي هلال السوداني عن لقاء فريقه أولمبياكوس ضد نادي أبولون سميرني في الدوري والذي جرى اليوم السبت. وكان هلال قد خضع لفحص طبي أمس الجمعة للتأكد من خلو جسمه من فيروس كورونا، لكنه للأسف تبين العكس. هلال مطالب الآن بالانتظار أيام أخرى للقيام بفحوصات جديدة، وإن شاء الله سيتواجد في لقاء المان سيتي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا. أشاد مدرب بوردو الفرنسي جون لوي غاسيت بلاعبه الجزائري مهدي زورغان، وذلك في تصريحات سبقت لقاء موناكو الذي سيقام غدا في الدوري الفرنسي. غاسيت قال أن مهدي لديه قدرات فنية وبدنية عالية، كما أنه يمكنه اللعب في عدة مناصب سواء على الأجنحة أو حتى كصانع ألعاب رقم 10 وراء المهاجمين. إشادة مدرب بوردو ستكون حتما في صالح اليافع الجزائري الذي يحتاج لثقة لأجل العودة. تحسبا للقاء الغد ضد أونجي في الدوري، نشط مدرب نيس باتريك فييرا ندوة صحفية تحدث فيها عن جاهزية لاعبيه ومن ضمنهم لاعبه الجزائري يوسف عطال. فييرا أكد بصفة نهائية جاهزية لاعبيه الجزائري، لكن رغم ذلك أكد على ضرورة الحذر لأن عطال عائد من إصابة وقد عرف انتكاسات كثيرة سابقا، لذلك سيعمل على توظيفه بكل حذر خوفا من انتكاسات جديدة. مدرب نيس بات على وعي أن عطال كثير الإصابات للأسف. بالحديث عن لقاء أونجي يوم غد، قالت تقارير فرنسية أن لاعب الخضر الآخر فريد الملالي لن يشارك في هذا اللقاء، وعودته للفريق الأول لأونجي ستكون الأسبوع المقبل إن شاء الله. صحيفة وست فرنسا المحلية وضعت أيضا تصريحات للمدير الرياضي للنادي لارسيي الذي تحدث عن عودة الملالي. لارسيي قال أن صورة النادي تضررت عفوا بشكل كبير بسبب تصرفات اللاعب الجزائري، لكن رغم ذلك النادي لن يسلط عليه أي عقوبات وتكفيه العقوبات التي سلطت عليه من طرف المحكمة. المدير الرياضي لأونجي قال أيضا أن الملالي يكون قد اتعظ وأن تصرفاته غير الأخلاقية لن تعاد، لأنه ببساطة رجل ناضج وهو ما يأمله الجميع. في انتظار الإعلان الرسمي من الموقع الرسمي للاتسيو، كشفت صحيفة لا غازيتا ديلو سبور الإيطالية أن لاعب الخضر محمد سليم فارس و13 من زملائه أصيبوا كلهم بكورونا على امتداد الأسبوع الحالي. لا غازيتا ديلو سبور قالت أن إدارة لازيو أجرت صباح اليوم فحوصات جديدة علّها تتمكن من إشراك لاعب أو لاعبين في لقاء التورو غدا، ولو أن مشاركة فارس في هذا اللقاء باتت شبه مستحيلة. يشار إلى أن فارس لم يشارك في حصص فريقه التدريبية الأخيرة بعد أن وضع في الحجر، في انتظار تفاصيل أكثر من موقع لازيو الرسمي كما أشرنا في بداية الخبر. في المؤتمر الصحفي الذي نشطه اليوم السبت والذي يسبق لقاء أودينيزي غدا في الدوري الإيطالي، استغل مدرب ميلان ستيفانو بيولي الفرصة ليشيد مرة أخرى بجوهرته الجزائرية إسماعيل بن ناصر. بيولي قال أن بن ناصر لاعب شاب وما زال يملك الكثير ليقدمه، كما قال أنه لاعب ممتاز بدنيا يرفع رتم اللقاء بكل سهولة ويملك قراءة ممتازة للعب، مضيفا أنه استفاد من طريقة اللعب الجديدة التي بدأ ينتهجها الفريق ويقدم فيها مستوى مميز. بيولي يقصد هنا اللعب بمحوري وسط دفاعي بن ناصر وكيسي بعد أن كان يلعب بن ناصر وحده في محور الوسط. لن يتمكن الدوري الجزائري زين الدين فرحات من اللحاق بلقاء ماتس والذي سيقام غدا الأحد في الدوري الفرنسي. لاعب الخضرة بحسب فرانس فوتبول لم يشفى والمدرب لن يستدعيه. مدرب نيم جيروم أربينو وفي الندوة الصحفية التي عقدها أمس قال أن فرحات بدأ يتخلص جزئيا من الإصابة والتي عانى منها منذ بداية أكتوبر، لكنه ولحد الآن ليس جاهزا للمشاركة. يبدو أن قضية لاعب الخضر يوسف بليلي في طريقها للحل، حيث كشفت قنوات الكأس القطرية أن بليلي ووكلاء أعماله يعملون على حل المشكلة بينهم وبين ناديه الأصلي الأهلي السعودي.
قنوات الكأس لم تضع التفاصيل وقالت أن إدارة قطر القطري تنتظر نتائج هذه المفاوضات، والجاري حاليا بين بليلي وناديه لأجل إعلان التعاقد رسميا مع الدولي الجزائري. كلام مثل هذا يؤكد فعلا أن بليلي مرتبط وأنه يعمل على شراء عقده كما فعل زميله في المنتخب جمال بن عمري، ولو كان حرا لانتظر قرار الفيفا. المهم أن يحل بليلي أموره في أقرب الأجال لأجل العودة سريعا للمنافسة. فشل لاعب الخضر رياض محرز في تحطيم رقم كان في المتناول حين عجز عن التسجيل وحتى التمرير في لقاء شيفيلد الذي جرى اليوم في الدوري الإنجليزي. رياض كان بحاجة لمساهمة واحدة، تسجيل أو تمرير، ليساهم بذلك في تسجيل 100 هدف في البريمير ليج منذ وصوله، ويكون بذلك سادس إفريقي يصل لهذا الرقم. وعلى عكس ذلك سجل محرز رقما عكسيا سلبيا، حيث لم ينجح في ترك بصمة سواء بالتسجيل أو التمرير لسادس لقاء على التوالي كأساسي طبعا. وهذه هي اللقاءات التي مر منها محرز جانبا. رياض للأسف قدم مستوى متوسط إلى دون المتوسط ضد شيفيلد، جلب له نقدا كبيرا جدا ولاذعا من أنصار النادي. هذا المناصر وصف مستواه مثلا بالمقرف، وهذا المناصر قال أنه كان من المدافعين عنه سابقا، لكنه الآن من أشد مهاجميه بعد مستواه السيء. هذا المناصر مثلا اختاره الأسوأ ومنحه التقييم 5.5 فقط. وهذا المناصر قال أنه كلما شاهد محرز أكثر يزيد يقينه على أنه لاعب جد عادي ومتوسط لأبعد الحدود. أما هذا فقال أن محرز يجب أن يلازم الدكة حتى يحسن من مستواه السيء. نختم بهذا المناصر الجزائري الذي وضع تسجيلا صوتيا على حسابه في تويتر، قال صراحة فيه أن محرز لاعب مخيب وأن وقته قد انتهى وحان الوقت الآن للالتفاف وراء الموهبة الجديدة سعيد بالرحمة. على العموم الآراء حول محرز كانت كثيرة وكثيرة جدا، والهجوم عليه بأسوأ الألفاظ كان موجودا، لكنني اخترت بعض الردود التي تلخص حال أنصار السيتي وأنصار محرز من الجزائريين أيضا. في الأخير شيء قد يرفع معنويات محرز وهو تقييم صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، وهي أكبر صحف مدينة مانشستر. هذه الأخيرة منحت تقييما جيدا لرياض وهو 7، وقالت أنه قدم مستوى كبير لكن سلبيته الإنهاء، فكل الفرص التي قام بها وخلقها لم تنتهي بشكل جيد. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله غدا في فيديو جديد وأخبار جديدة. سلام.